We hebben de familie van een IS-strijder bereid gevonden om met ons te praten. Ik word thuis uitgenodigd door de zus en de ouders van de jongen. De vader komt sinds de verdwijning van zijn zoon het bed niet meer uit. Zo kapot is hij van het verlies. قبل ما يطلع حسيته في تغيرات بشخصيته بلبسه بطريقه حكيه صار ملتزم للدين التزم اخر تقريبا 6 شهور من لما كان هون موجود عندنا ربى لحيه والتزم وصار يطلع ما يقطع فرد يعني فجاه سمعنا انه هو بسوريا هو كمان واحد شو قلتي له لما عرفتي انه هو سوريا شو قلتي انصدم له ما يعني هو لما طلع هناك على سوريا دفع 700 دينار بس حتى يوصل لهناك على سوريا هو دفعهم من جاي لا ناس دفع عنهم ناس دفع هذا هو هذا هو Het laatste dat de familie heeft gekregen is dit filmpje dat de jihadisten op internet zetten na zijn dood. Hoe afschuwelijk moet dat zijn? هذا الشيء اللي بوجع يعني جهل لساتنا احنا عايشين بجهل مع انه وصلنا ب 2016 اكثر وعي لازم نكون لسه في جهل